نقدر نقول عليها محجبة بنسبة 90%. حضرتك ترد على الكلام ده يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. أولا طبعا يعني أنا ما أقدرش أقول لك إن أنت تنقل الكلام غلط ولا لا، أنت مصدق عندي والله هذا والله هذا الكلام رآه غيري من الآلاف ومئات الآلاف، وهجيب لحضرتك نسخة من السي دي بتاع الحلقة وتقدر تخش تشوفها على اليوتيوب. أنا أقسم لك بالله هذا حدث. أنت صادق؟ نعم. أنا بس أسألك سؤال واحد يا شيخ خالد، هل أنت اتصلت بمعز وسألته في الكلام ده؟ لا، سألته في الكلام ده يعني إيه؟ يعني ناقشته في هذا الكلام؟ ده كلام قاله يعني إيه كيفية المناقشة؟ إيه نقول له ده غلط ولا صح؟ يعني ما اتصلتش بيه ليه؟ قلت له إن الكلام بعت له. بص يا دكتور صفوت، حضرتك إذا كنا هنفتح باب مناقشة الدعاء اللي قال في الكلام، فالمفروض إن أنا أفهم وتربيت على كده إن الداعية بقاله مرجعية قبل ما يرطرط على الفضائيات ويسبق لسانه عقله. يعني مش معقولة كل داعية يخرج يضرب قنبلة في الشارع وبعدين مطلوب مننا إن إحنا نروح نقول له طب كتر خيرك أنت قلت الكلام ده ليه؟ أولاً بعت له رسالة، بعت له رسالة حضرتك على الموبايل بتاعه بدون الحقيقة مزايدة على مسألة ان انا هفضل كل داعية يخرج واخد قرار واثق وتبقى دعوته واضحة قدام الناس ومطلوب ان الدعاة التانيين يفضلوا ساكتين ومعليش يطبطبوا عليه، طب كلموه على جنب. يا شيخ خالد، شيخ خالد بعد اذن حضرتك. تفضل. يعني انت تعلم جيدا مبدئي في هذا الامر. تفضل. اولا يعني انا دائما اقول الشيوخ نعرفهم خمس انواع من الشيوخ. نعم. شيخ شيخه الزمان، وهذا الرجل كبير السن الذي يسمونه الشيخ فلان. نعم. وشيخ شيخه الناس. نعم. شيخ المنصر وشيخ القبيلة وشيخ البلد. نعم. وشيخ شيخه الشيطان، وده هم يعني شيوخ الضلال. نعم. الذين ينعقون في كل واد من أودية الضلال. نعم. وشيوخهم هم الشهوة والهوى وشيوخ الضلال. وشيخ شيخه السلطان، يعني واحد خد ختم من السلطان ومن الولي الأمر أنه بقى شيخ كويس. وشيخ شيخه الرحمن سبحانه وتعالى، هذا هو الشيخ الحقيقي الذي تعلم على يد العلماء، علماء أهل السنة. نعم. المسلمين الثقات. نعم. وهناك نوع السادس يعني أنا أضيفه أسميه شيخ شيخه الإعلام. نعم. شيخ شيخه الإعلام. جميل. دلوقتي للأسف الشديد يعني الإعلام بيجيب أي حد ويتكلم اي كلام، مجرد انا بتكلمش على شخص معين، لكن انا بتكلم على نوعيات من الدعاء والعلماء وادعياء العلم موجودين على الشاشات، سواء الشاشات الدينية او الشاشات الرسمية او الشاشات الفضائيات المنوعة العامة في برامج، ويعني ويدفع اموال ليلمعوا. وعندنا دلوقتي يعني في تخصص موجود يعني عند كتير من الناس اسمه ستار ميكر، صناعة النجوم. نعم. نعم. دلوقتي بقى اسمها مش ستار ميكر، اسمها شيخ ميكر. نعم. صناعة الشيوخ. نعم. فدي لابد ان احنا نعلم هذا جيدا وان ده موجود، وبقول لحضرتك ان دول يعني سرعان ما يلفظوا. واذكرك بقول الامام مالك ابن انس رضي الله عنه لما ألف الموطأ، ويعني قالوا له ان ابن ابي ذئب يؤلف موطأ، ووضع 40 موطأ غير موطأ مالك، مالك قال لهم يعني دعوا من يوطئ يوطئ، فلن يبقى من الموطئات إلا ما كان لله خالصا. نعم. وذهبت هذه 40 موطأ، ويعني لم يبقى إلا موطأ مالك. نعم. أنا أقول لك في العشر سنوات الأخيرة كم داعية وكم شيخ ظهروا، ومن بقي منهم على الساحة، ومن بقي منهم في قلوب الناس وعلى أفئدة الناس. أولا يعني هذه ابتداءا، ثانيا يعني إذا كان معز أو غير معز أو أي إنسان، الشيخ يعني محمد عوض المنقوش أو غيره، أنا أول مرة أسمع اسم محمد عوض المنقوش. هتسمع قريب إن شاء الله في حلقات التصوف يعني. تفضل. حقيقة. نعم. وإذا كان هو ممن يقولون يعني أن يعني أطوف حول الكعبة وأنا معك، ومثل هذه يعني أنا لا أقر أبدا مثل هذه الخرافات والكلام الفارغ. نعم. حتى وإن كانت له كرامة. نعم. فإن للكرامة أداب من. نعم. أول أداب الكرامة ألا تصبح دينا وألا يتحدث بها وألا تزاع وألا ينتشر بها. نعم. فإن كان هو رجل صاحب كرامة
فيعني خلاص كرامته بينه وبين ربه لا يتحدث بها بين الناس، ومن رزق من الله كرامة فتحدث بها وتكسب بها ما أسرع أن تسلب منه. فيعني هذا ابتداء أنا لا أعرف الرجل، ويعني حتى أعرفه لا أتكلم فيه. النقطة الأخرى والهامة جدا، أي مخلوق يقول مثل هذا الكلام، أن يعني نقول إن هي محجبة بنسبة 90%، وهذا كلام فارغ لا أصل له في الإسلام، ويعني لا أصل له في دين الله عز وجل. أنا أتكلم في الشرع بغض النظر عن من الذي قال هذا الكلام. لو خالد عبد الله هو اللي قال هذا الكلام يبقى خالد عبد الله غلطان، وما ينفعش يقعد القعدة اللي هو قاعدها ديت، لأن ده دين وده منهج. الأخلاق أصل من أصول الإسلام، لكن لابد الأخلاق أن تقدم مع العقيدة. وعندنا أنا كنت أسميه الفصام النكد، وهو الانفصام بين العقيدة أو بين الإسلام وبين الأخلاق. تذهب تخطب بنت أو تتكلم، ده بنت مؤدبة ومحترمة وزي الفل، روح اتجوزها وهي ما بتصليش، لكنها مؤدبة ومحترمة وما بتصليش، لابسة من جيب ولابسة قصير ولابسة منطلون وبادي، لكنها مؤدبة ومحترمة. ده بنسميه الفصام النكد. مش عندنا حاجة اسمها محجبة نص ونص، ما فيش عندنا حاجة في شرع ربنا عز وجل اسمها محجبة بنسبة 90%، يبقى بنتكلم في ان هي بتصلي الظهر بنسبة 90%. بتصلي الظهر 3 ركعات، بتصلي الظهر 3 ركعات ونص يبقى كويس، بتصلي الظهر بنسبة 90 ولا 95%. ده كلام فارغ لا يصح ابدا ان يقال. قضيه ان احنا نقنعه ان الراجل هو كمان يلبس، ما بيلبسش حجاب ليه، ده كلام يعني كلام انا ما اعرفش يعني مين اللي قال الكلام ده، لكن اذا قيل هذا الكلام فهذا كلام لا يصح اطلاقا ولا يجب ان يقال. يعني انا ارجو من حضرتك، انا هجيب لحضرتك سي دي بهذا المعنى حتى تتاكد من صحه هذا الكلام.